بنك الصفاء اليوم الجمعة بمقره المركزي بشارع عبد المؤمن بالدار البيضاء نتائجه المالية برسم الأسدس الأولى من هذه السنة، فضلا عن مستجدات تخص البنك التشاركي. الحصيلة عندنا دابا دونك شفنا الحمد لله حصيلة مشجعة، عندنا أكثر من 600 مليون ديال لي ديبو ديال الناس اللي حطوا عندنا فلوسهم، عندنا ديستروي عندنا عطينا المرابحات العقارية مليار و100 مليون حتى فان جوان اخر جوان، وبالنسبه للمرابحات السيارات 100 مليون ديال الدرهم، وهذا الشيء كيأشر الحمد لله على التطور ديال بنك الصفاء. عندنا لو توتال بيلون هو مليار و100 اكثر من قول جوج المليار ديال الدرهم، بالنسبه للسنه الحمد لله المسائل غاديه في الطريق الصحيح ان شاء الله. بالنسبه للعطريه بالنسبه للناس اللي عندنا معهم شراكات، بالنسبه للارباح ديالنا كنشوفوا كيكونوا مخفضه شويه، بالنسبه لطريقه المعامله كتكون طريقه مسهله، توسيع الشبكه. هنا كان بنك الصفاء يعني كترسخ البنك التشاركيه هنايا في المغرب بفتح الوكالات باش كنقربوا راسنا للزبناء، بلا فيلغاريزاسيون بحال يعني الندوات على الماليه التشاركيه، دونك لان هذا القطاع هذا كيخصو يزيد القدام وحنا كنشاركوا فيه بحماس باش يزيد القدام. الحصيلة المالية اعتبرتها الإدارة الجماعية لبنك الصفاء مثمرة في انتظار خطوات جديدة تفتح آفاقا أخرى لخدمة أفضل للزبناء.